نبتدي مع حضراتكم بالأخبار اللي معانا. امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماع مع رادولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية CMA CGM، وخلال الاجتماع تم استعراض تطورات المشروعات اللي بتقوم بها الشركة في مصر والفرص الكبيرة والواعدة في مجالات التطوير للموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع استعرض فيه وتابع خطوات تنفيذ المسار التنموي الزراعي في شمال ووسط سيناء. رئيس الوزراء قال إن في تكليفات من القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في أرض الفيروز، وإن يكون هناك بدء حقيقي في إنشاء عدد من التجمعات التنموية اللي بتخدم أهالينا في سيناء. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رادولف سعادة الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية العالمية. خلال الاجتماع أطلع الرئيس التنفيذي للشركة الرئيس السيسي على تطورات المشروعات اللي بتقوم بها الشركة في مصر، مشيداً بمناخ التعاون السائد بين الجانبين، ومؤكداً اهتمام الشركة بتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مشروعات جديدة في ضوء ما يلمسونه من فرص كبيرة وواعدة للعمل مع مصر في مجالات تطوير الموانئ ومراكز التجارة اللوجستية. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض ومتابعة خطوات تنفيذ مسار تنموي زراعي بشمال ووسط سيناء. وأكد مدبولي أن هذا الاجتماع يأتي في إطار تكليفات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة في شمال ووسط سيناء، مشيراً إلى أن هناك مخطط تنموي تم التوافق عليه، وفي هذا الإطار تم بالفعل الموافقة في الاجتماع السابق لمجلس الوزراء على البدء في إنشاء عدد من التجمعات التنموية التي تخدم أهالينا في سيناء، على رأسها المشروعات الزراعية. امبارح وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالانتهاء من تخصيص وتسليم الوحدات السكنية بالحي السكني R3 للموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية وتحفيزاً لهم على الاستقرار وكفاءة العمل والأداء، كلف دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بسرعة اتخاذ مختلف الإجراءات المتعلقة بالوحدات السكنية المتاحة للتخصيص. وأعرب دكتور مصطفى مدبولي عن سعادته وفخره بنجاح انتقال 50,000 موظف إلى المقار الجديد لمؤسسات الدولة بالحي الحكومي دون أن يضار أي موظف، وهو المبدأ الذي أرسته الدولة المصرية منذ إقرارها خطة الإصلاح الإداري في عام 2014. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي التقى بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذي يأتي في إطار المتابعة المستمرة لمنظومة العمل داخل القوات المسلحة مع مناقشة أساليب تطوير الأداء والقدرات بما يمكنها من الوفاء بالمهام والمسؤوليات الوطنية لحماية الوطن وصون مقدساته. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار تعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بالفريق موندي لوبسي قائد القوات البحرية لدولة جنوب إفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تناول اللقاء مناقشة عدد من موضوعات التعاون الثنائي بين القوات البحرية لكلا الجانبين، كما شملت الزيارة جولة تفقدية لشركة ترسانة الإسكندرية والوحدات الخاصة البحرية والكلية البحرية، وأيضاً زيارة عدد من الوحدات البحرية المنضمة حديثاً للقوات البحرية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في الإسكندرية تم إنجاز 30% من مشروع ترميم محكمة سرايا الحقانية، أما في الأقصر فقد تم تقديم استثمارات بقيمة 104 مليون جنيه من أجل مد وتدعيم شبكات الكهرباء. كمان امبارح في البحيرة تم الإعلان عن رفع كفاءة المنطقة الصناعية بحوش عيسى بتكلفة بتصل ل 34 مليون جنيه، وفي الغربية تم الانتهاء من المخططات الخاصة بتحديث الأحوزة العمرانية للمدن والقرى، وتفاصيل وأخبار أكتر من المحافظات هنعرفها في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في سوهاج تم بدء أعمال تركيب بلاط الانترلوك وتطوير ورصف الشوارع الفرعية بحي غرب بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر. في الإسكندرية وصلت نسبة الإنجاز بمشروع ترميم محكمة سراي الحقانية الأثرية 30% حتى الآن، وبتحتوي المحكمة على 250 غرفة بخلاف قاعات المحاكم المتعددة. في الأقصر أعلنت المحافظة الانتهاء من تنفيذ استثمارات قدرها 104 مليون جنيه لمد وتدعيم شبكات المحافظة ومعدات إنارة وكشافات موفرة مزودة بتايمر للتحكم في الجهد وترشيد الاستهلاك وصيانة محولات، كما تم عمل إضاءة تجميلية لطريق المطار. في البحيرة أكدت المحافظة على متابعة أعمال رصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها لتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة وتوسعة مدخل المنطقة الصناعية بحوش عيسى ضمن الخطة الاستثمارية بطول 6 كيلومتر وبتكلفة إجمالية 34 مليون جنيه. في الغربية أكدت المحافظة أنها تعد الأولى على مستوى الجمهورية في إنهاء المخططات الاستراتيجية العامة والتفصيلية لجميع المدن والقرى بالمحافظة، وتشمل تلك المخططات الاستراتيجية والتفصيلية والأحوزة العمرانية خاصة فيما يتعلق بمشروع المرحلة الثانية لحياة كريمة، واللي بتساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية. في الدقهلية استقبلت المحافظة سيارة المكتبة المتنقلة لإتاحة الخدمات والأنشطة الثقافية لأبناء المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مكتبة مصر العامة، وبتستهدف دعم وإتاحة الخدمات الثقافية والأنشطة المتنوعة في المناطق التي ليس بها مكتبات، وده في إطار استراتيجية التنمية المجتمعية للدولة المصرية. في الشرقية أعلنت المحافظة عن تنظيم مسابقة اختيار الأب والأم المثاليين على مستوى ديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء والوحدات التابعة ليها للعام الخامس على التوالي، ومن يرغب من الموظفين والموظفات والعاملين أو العاملات في التقديم بيقدم قصة كفاحه والمستندات المطلوبة لمسؤول وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة والمراكز والمدن والأحياء التابعة ليها.